أموالهم وأولادهم فتنة. إذن ربما يكون المال نعمة وزينة، وربما يكون فتنة ونعمة. فالواجب علينا أن نتخذ من المال وسيلة يكون بيننا وبين حاجاتنا، لا نعبده، لا نجعله سيدا علينا، لا نفني عمرنا وحياتنا في أن نحصره حتى يكون هو سيد علينا، إنما دي وسيلة، وسيلة إحنا بنصرف بيها، بنأدي بيها مصالحنا، حاجتنا، بناكل نشرب بيها، كله، يبقى دي وسيلة فقط لا غير. فإذا اتخذته وسيلة كنت من الفائزين. لذلك يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أحدكم يضع أو يجعل إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا دي بالنسبة للآخرة زي بحر ملوش نهاية، واحد حط إصبعه فيه وطلعه، طيب إيه اللي طلع من البحر؟ إيه اللي ينقص من البحر؟ لا ينقص من البحر شيئا. فالآخرة زي البحر الواسع ده كله، والدنيا كلها دي زي واحد حط إصبعه في البحر ده طلع بإيه من المية؟ هل أنقص من البحر شيئا؟ أبدا. يبقى الدنيا اللي عمالين ناكل نفسنا عليها ونتكالب عليها دي عبارة عن إيه؟ شيء هين. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة صغيرة ملاش، لو مسكتها بين صوابعك هتبقى تفعصها، فأنت ربنا مسويك جناح بعوضة. طب ليه اللي بنعمله ده كله عشان الدنيا؟ ليه تعدل روحنا التعب ده كله؟ ليه خلينا المال سيد علينا؟ ليه خلينا الفلوس تقضي على الأخلاق وتقضي على يعني على القيم وتقضي على الدين وطاقت على المحبة؟ أصبح كله دلوقتي فلوس، كل حياتنا بقت إزاي تحصل على الفلوس على المال. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحدا. هيتبع الثلاثة يمشي وراك، ماله، أهله، عمله. يبقى يتبع الثلاث حاجات: عمله، ماله، أهله، أو أهله، عمله، ماله. هات أي حاجة في المقدمة أو في المؤخرة هتلاقوا هما ثلاثة دول مفيش غيرهم، هما اللي هيتبعوك لما تموت. يبقى عمال تجري وتحصل وتجيب وتعبان وهالك روحك، وفي الآخر ثلاثة هيمشوا وراك: أهلك، مالك، عملك. فيرجع الاثنان ويبقى واحدا، يرجع اهله وماله ويبقى عمله. بس اهلك عند عتبة الباب المال بتاعك يقول لك: انا خلاص، انت لحد كده، انا اللي علي عملته معاك، جبتني من حلال من حرام انت حر، هتتحسب عني. اهلك هيجوا عند شفير القبر على باب القبر بتاعك وما فيش حد هيدخل معاك. يبقى هيدخل معاك ايه؟ عملك بس، مفيش غير عملك هيدخل معاك. طب يا ترى ايه اللي عملته علشان خاطر النومه الطويله اللي هتنامها في القبر دي؟ عملت ايه؟ جبت المال منين؟ كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يقول ابن ادم مالي مالي، زعلان جاء وعمال يقول فلوسي فلوسي، مالي، اموالي، اطيالي، عماراتي، فين الأموال؟